مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. كلنا واحد حلمنا واحد، مع بعضنا كلنا ناجحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي الصغيرين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معكم استاذه رشا عبد الرحمن، مدرسه دراسات اجتماعيه ماده اكتشف بالصف الثاني الابتدائي من مدرسه حسام الدين الحديثه الخاصه. نظرا لاستمرار الظروف اللي بنمر بيها، ما زلنا متواصلين معكم في عرض الفيديوهات، ويا ريت تتابعونا على موقع مدرستنا، مدرسة حسام الدين الحديثة الخاصة. اتكلمنا في الدرس السابق عن الاحتفالات المصرية، وقلنا ان في عادات وتقاليد خاصة في الاحتفالات المصرية بيقوم بيها المصريين، احتفالات زي احتفالات عيد الفطر وعيد الأضحى واحتفالاتنا بشم النسيم، والعادات اللي بيتميز بيها المصريين في رمضان زي الفانوس والزينة، تمام؟ واحتفالاتنا بعيد الفطر اللي بتميزه زي ايه؟ هيا سندس، برافو عليك يا سندس، اكل الكحك والخلول والتنزه في الحدائق وصلة الرحم وزيارة الاقارب، برافو عليكم. مين يقول لي كمان مظهر تاني من مظاهر الاعياد؟ يلا يا روان، برافو عليك يا روان. في عيد شم النسيم بنلون البيض، برافو عليك، وبنأكل الرنجة، برافو عليك، وبنخرج برضو للحدائق والمتنزهات. وقلنا في عيد الاضحى بيتميز بإيه؟ ذبح الأضاحي وصلاة العيد، برافو عليكم. دي كلها مظاهر للاحتفالات في الأعياد المختلفة، وقلنا إن العادات والتقاليد اللي بنتوارثها من جيل لجيل لحد ما بتوصل عندنا هي دي اللي بتكون الثقافات، دي اللي بتكون الثقافات في كل محافظة داخل مصر، سواء بقى في طريقة اللبس أو في الأفكار أو في الفن اللي احنا متميز بيه أو في طريقة المباني، برافو عليكم. العادات والتقاليد دي بقى هي اللي منها هنعرف معنى كلمة ثقافة، وده موضوع درسنا النهاردة. مين يقدر يقول لي من الشرح اللي احنا خدناه يعني ايه ثقافة؟ ها يلا يا محمد، برافو عليك يا محمد. محمد بيقول انها هي عبارة عن الافكار والفنون، برافو عليك. مين يقول لي حاجة تانية؟ يلا يا ميار، برافو عليك يا ميار. هي بتقول انها عبارة عن الافكار والاشياء اللي بيكتسبها الفرد من البيئة بتاعته، برافو عليكم. طب يلا نقول مع بعض مفهوم للثقافة. الثقافة هي كل ما يكتسبه الأفراد من المحيط والبيئة الخاصة به من أفكار وأداب وفنون وعلوم. تاني، يبقى الثقافة هي كل ما يكتسبه الأفراد من المحيط والبيئة الخاصة به من أفكار وأداب وفنون وعلوم. بمعنى يعني كل حاجة بيكتسبها الفرد يعني بياخدها، بتبقى جزء من شخصيته. طب احنا الافراد بيكتسبوها بياخدوها منين؟ من البيئه المحيطه بيا، يعني من المحافظه بتاعتي، من المكان اللي انا بعيش بيه، سواء فكر او طريقه كلام او فن معين او علم معين انا باخده من البيئه المحيطه بيا، ده بيكون الثقافه الخاصه بيا. طيب احنا لو حبينا نعمل جمل عن الثقافه نقدر؟ اه نقدر. اهم الجمل اللي بتميز الثقافه عندي، ها نفكر كده مع بعض. ها يلا يا فاطمه، برافو عليك يا فاطمة. فاطمة بتقول إن بتختلف الثقافات باختلاف الشعوب، تختلف الثقافات باختلاف الشعوب، بمعنى إن كل شعب في كل دولة له ثقافة خاصة به. يعني الثقافة في دولتنا دولة مصر غير الثقافة في أمريكا، أو غير الثقافة في ألمانيا، غير الثقافة في السعودية. كل دولة وكل شعب له ثقافة خاصة به، تمام. نقول جملة كمان، يلا يا رغد، برافو عليك يا رغد. تختلف العادات باختلاف الثقافات، يعني كل ثقافة أنا بكتسبها بيكون لها عادات خاصة بيها ما بتتشبهش. ونقدر كمان نقول جملة كمان، تعبر الفنون والأفكار عن ثقافة صاحبها، يعني كل فن وكل فكر أنا بتميز بيه بيعبر عن ثقافتي من غير ما أقوله، بمعنى إن أنا طريقة كلامي أو طريقة الفن اللي أنا بتميز بيه من غير ما أتكلم هعرف على طول أنا من أني محافظة أو بعبر عن أني ثقافة. بمعنى إن أول ما بشوف شكل إنسان معين أنا بعرف هو بيدل عليه من أني محافظة، أو أول ما بيتكلم من اللهجة بتاعته أنا بعرف هو من أي محافظة. بمعنى أنا لو عندي الصور دي وشفته في الشيء ده مثلا بيعبر عن أني محافظة، طبعا محافظات الصعيد هي اللي بتتميز بلبس الجلباب
وبتتميز بفن التحطيب اللي هو الرقص بالعصا. الصورة اللي بعدها بتعبر عن الزي الرسمي بتاع محافظة سيناء الخاص بيهم، الجلباب والعقال والحزام وطريقة لفه، حتى طريقة الرقص فيه. الصورة اللي بعدها بتعبر عن مين يقول لي بقى احنا خدناها قبل كده، هي يلا يا عبد الرحمن برافو عليك، النوبة في محافظة أسوان. كمان عندي الآلة الموسيقية دي اللي هي آلة السمسمية، بتعبر عن الفن الخاص بمحافظة السويس. المباني هنا كنا خدناها قبل كده، ها يلا يا سارة برافو عليكي محافظة أسوان، النوبة محافظة أسوان. عندي برضو الجلباب الخاص بمحافظات الصعيد، برافو عليك. حتى طريقة اللغة لما بتكلم معاه من أول ما بشوف الزي وطريقة اللغة واللهجة، أنا بعرف ده خاص من أو الثقافة بتاعته من أي محافظة، وهو جاي من أي محافظة بالتحديد. نفتح مع بعض كتاب المدرسة صفحة 170 علشان نكمل الجدول الخاص بينا اللي احنا كملناه قبل كده كذا مرة وتعودنا عليه. طبعا الكلمة الجديدة اللي احنا هنكتبها او تعرفنا عليها هي كلمة الثقافة، هنكتبها في النقط هنا. برافو عليكم. عندي قسمين من الجدول، القسم الاول هنكتب التعريف اللي احنا لسه قايلينه، هنكتب هنا كل ما يكتسبه الافراد من المحيط والبيئة الخاصة به من أفكار وأداب وفنون وعلوم، ده تعريف الثقافة موجود عندنا في أول الدرس هنكتبه هنا. طب القسم الثاني هنرسم رسمة بتعبر عن الثقافة، ممكن أختار أي محافظة وأرسم الثقافة اللي بتعبر عنها، الجلباب في الصعيد، التحطيب، الرقص بالعصا، السمسمية، اللي يعجبك ارسمه في الجزء ده. تحت هنكتب بعض الجمل اللي فيها كلمة ثقافة، ممكن نجيب الجمل اللي احنا قلناها في اول الدرس، يعني مثلا تختلف الثقافات باختلاف الشعوب، ها مين يقول لي جملة تانية احنا لسه قايلينها، ها يلا يا سري برافو عليك. هنقول تختلف العادات باختلاف الثقافات، برافو. ها مين يقول لي كمان جملة، يلا يا رميساء برافو عليكي. يعبر الفنون والافكار او تعبر الفنون والافكار عن ثقافة صاحبها. انا عندي 3 جمل، ممكن اكتب اي جملة فيهم في مكان النقط، ممكن أنا كمان أبتكر جملة جديدة أكتبها في مكان النقط. ودلوقتي هنقرأ مع بعض القصة الجميلة، قصة صديقتنا نور اللي معانا من أول الترم صفحة 171. القصة مقسومة هنا عندنا في الكتاب إلى جزئين، الجزء الأول بيقول غدا يوم شم النسيم وسيحتفل حسام في القاهرة لأول مرة. سألته نور ماذا ستفعل عائلتك غدا؟ ما رأيك أن تأتي وتلون البيض معنا؟ أجاب حسام وهو حزين نقوم بتلوين البيض في عائلتنا أيضا. سألته نور هل أنت متحمس للاحتفال بشم النسيم؟ أجاب حسام بالتأكيد، ولكنني أشعر أن الاحتفال سيكون مختلفا هذا العام، فعندما كنا نعيش في الأردقة اعتدنا قضاء هذا اليوم على الشاطئ، والآن بما أننا نعيش في القاهرة فلا أعرف ماذا سنفعل. فكرت نور بهدوء ثم قالت يمكنكم الذهاب معنا إلى الحديقة. قال حسام شكرا لك، فعائلتي تفضل قضاء العطلة بالقرب من المياه، أتمنى لو كانت لدي فكرة جيدة لعادة جديدة. يبقى نور بتقول إنها هتحتفل بعيد شم النسيم، وطبعا بالمظاهر بتاعته الجميلة، أكل الرنجة وتلوين البيض، وبما إنها عايشة في محافظة القاهرة فهي بتحتفل بالخروج للمنتزهات وبتروح الحدائق وبتجلس عند النوافير. ولكن حسام حزين لأن دي أول سنة يقضي شم النسيم في القاهرة، كل مرة كان بيقضيه في محافظة الغردقة، وبما أنه في محافظة الغردقة فكان بيستمتع بجمال الشواطئ وكان بيقعد ويستمتع بالبحر، فهو مش عارف السنة دي ممكن يستمتع بالزاوي لأن العادة بتاعته هتتغير. يبقى زي ما احنا قلنا أن العادات الخاصة بالشعوب بتكون متأثرة بشكل إيجابي وبشكل مباشر بالمحافظة والمكان والبيئة اللي هم عايشين فيها. الجزء الثاني من القصة بيقول صفحة 172 في كتاب المدرسة، لم ترغب نور أن ترى صديقها حزينا
لذلك عندما عادت إلى المنزل حكت لوالدتها تريد نور أن تتأكد من استمتاع حسام بشم النسيم في القاهرة لأول مرة. سألت نور والدتها هل تستطيع عائلة حسام الحضور والاحتفال معنا؟ أجابت والدتها بالطبع يمكنهم ذلك، ولكنك قلت إنه لا يرغب في الذهاب إلى الحديقة. فكرت نور مليا ثم عرضت على والدتها فكرة جديدة وقالت: أمي، ما رأيك أن نجرب شيئا مختلفا هذا العام؟ قالت والدتها: لما لا، ولكننا نفضل الذهاب إلى الحديقة. أوضحت نور قائلة: ما رأيك أن نقوم برحلة نيلية بدلا من الذهاب إلى الحديقة؟ أتذكرين عندما احتفلنا بعيد ميلاد جدتي في قارب في النيل؟ يمكننا قضاء اليوم في النيل، وبهذا تستطيع عائلة حسام قضاء العطلة بالقرب من المياه. قالت الأم: رائع، يا لها من فكرة رائعة، لقد جمعت بين جزء من عادتنا وجزء من عادات صديقك، كما يمكننا تجربة شيء جديد هذا العام. يبقى نور بصفاتها وأخلاقها إنها صانعة سلام متعاونة، محبتش إنها تستمتع بعيد شم النسيم لوحدها. قعدت تفكر إزاي تحتفل بشم النسيم وتستمتع أكتر هي وحسام، لأنها مش معقول هتستمتع وصديقها حزين. طبعا دي من صفات مين؟ مين يقول لي؟ هيا بيسان، برافو عليكي، صانع السلام. احنا قلنا ان البيئة اللي كان بيعيش فيها حسام أثرت في طريقة احتفاله بشم النسيم، ان هو كان عايش في الغردقة فكان بيستمتع بيه على الشاطئ. اما بالنسبة لنور اللي عايشة في القاهرة فهي بتستمتع بيه بالخروج للمتنزهات، وهي عشان مش عايزة تستمتع لوحدها لانها شخصية متعاونة، قعدت تفكر لحد ما وجدت حاجة تجمعهم هما الاتنين سوا، وهما الاتنين يستمتعوا بشكل اكتر. إن أنا ما أستمتع لوحدي وغيري حزين ده هيخليني أنا تعيس، ولكن لو كلنا سعداء أكيد المجتمع بتاعنا كله إيه هيكون سعيد. وبكده هي فكرت إنها تعمل رحلة نيلية وتبقى جمعت ما بين عاداتها بإنها خرجت وتفسحت، وكمان جمعت بين عادات حسام إن هو خرج واحتفل مع أجواء فيها مية. تمام، هنحل مع بعض الأسئلة. صفحة 173 في كتاب المدرسة، في كتاب المدرسة عندي أسئلة صفحة 173 على القصة الخاصة بنور وحسام. أول سؤال بيقول: ما أوجه التشابه والاختلاف بين عادات حسام ونور في الاحتفال بشم النسيم؟ ها تفتكروا إيه بقى من القصة الجميلة اللي أنا قلتها؟ مين يقول لي؟ يلا يا عمر، برافو عليك يا عمر. عمر بيقول إن هما الاتنين بيحتفلوا بشم النسيم، هما الاتنين بيلونوا البيض، وهما الاتنين بيبقى فيه تجمع بينهم وبين الأسرة بتاعتهم. برافو عليك، ده يعتبر تشابه. طب والاختلاف؟ ها مين يقول لي؟ ها نرفع ايدنا اليمين زي ما تعودنا في مدرستنا، مدرسة حسام الدين. يلا يا ريتاج، برافو عليك يا ريتاج. ريتاج بتقول الاختلاف العادات بتاعتهم، يعني حسام كان بيحتفل على الشاطئ أما نور فبتحتفل في الحديقة. طبعا الكلام ده هنكتبه عندنا في النقط، هنكتبه عندنا فين؟ في النقط هنا هنكتب هي بتحتفل فين وهو بيحتفل فين بالنسبة للاختلاف، وهنكتب التشابه بتاعهم، هما الاتنين بيحتفلوا مع أسرهم وهما الاتنين بيلونوا البيض. برافو عليك. السؤال الثاني بيقول: كيف تأثرت عادات حسام ونور بالمكان الذي يعيشان فيه؟ يعني ازاي العادات بتاعتهم تأثرت بالمكان والبيئة المحيطة بيهم؟ مين يقول لي؟ ها يلا يا هنا، برافو عليك يا هنا. هنا بتقول ان حسب طبيعة المكان، يعني الغردقة فيها بحر بتطل على شاطئ البحر الأحمر فهم كانوا بيحتفلوا على الشاطئ وبيستمتعوا بيه، أما القاهرة فما فيهاش بحر ولكن مليانة بالحدائق الجميلة، وعلشان كده نور بتحتفل في الحدائق. برافو عليك. تمام، هنكتب الكلام ده عندنا في النقط، عادات نور وإنها بتتأثرت بالمكان بتاعها في القاهرة بالحدائق وبتلاقي الحدائق،
وهنكتب في السطر اللي بعديها عادات حسام وتأثرت بالمكان، لأن الغردقة بتطل على البحر الأحمر، وبذلك هم إيه كانوا بيستمتعوا بالاحتفال على الشاطئ. الصفحة اللي بعدها صفحة 174 بيقول السؤال: كيف تشابهت عادات نور وحسام المختلفة لتلائم الثقافة المكان الذي يعيشان فيه الآن في القاهرة؟ يعني إزاي، إيه اللي قرب وجهات النظر والعادات ما بينهم هما الاتنين عشان يكونوا متناسبين بالمكان اللي هما عايشين فيه، وفي نفس الوقت بيبقى قريب من كل واحد بيستمتع إزاي والعادات الخاصة بيه؟ مين يقول لي؟ ها يلا يا ميار، نرفع ايدينا اليمين، ما بحبش الاجابات الجماعيه، ايدنا اليمين يا ميار زي ما اتعلمنا في مدرستنا مدرسه حسام الدين. ها برافو عليكي يا ميار، انت شطوره جدا. ميار بتقول ان هنا ظهر التعاون اللي ظهر من نور وصفات الاخلاق الحميده بتاع صانع السلام، انها ما حبتش انها تحتفل لوحدها، وبذلك حرصت نور انها تحتفل مع حسام عشان يكون الشعور بالمشاركة والاحتفال يكون أفضل ليهم هما الاتنين، وفكرت كويس لحد ما إيه وجدت إنهم يحتفلوا برحلة نيلية جميلة، وبذلك هتكون حققت رغبتها إنها تجمعت الأسرة بتاعتها في المركب، وفي نفس الوقت إن هم إيه جمعوا الاحتفال بالمية. طبعا الكلام ده هنكتبه في النقط، يعني هنكتب التعاون بين العائلتين بإنهم هيقوموا بالاحتفال بمركب نيلية، وبكده هيكون تم الجمع بين عادات نور وعادات حسام، لأن الاحتفال سويا هيكون إيه في استمتاع أكتر. الصفحة اللي بعدها صفحة 175 في كتاب المدرسة بيقول هنكتب اسم المحافظة اللي احنا بنعيش فيها، وهنرسم عادة احنا بنقدر نمارسها فيها في المحافظة بتاعتي، وهنكتب عليها جملة. طبعا احنا كلنا عايشين في محافظة ايه؟ الجيزة، فهنكتب في النقط فوق محافظة الجيزة. ايه اللي ممكن نكتبه يكون بيعبر عن الثقافة او بيعبر عن انواع الاحتفالات في الجيزة؟ ها مين يقول لي؟ يلا يا ميليسيا، برافو عليكي يا ميليسيا. احنا ممكن نرسم مركب في النيل، مركب نيلية زي اللي استمتعت بيهم مين؟ نور وحسام، برافو عليكم. يبقى هنرسم في المربع مركب نيلية، وهنعمل عليها جملة جميلة، يعني ممكن نقول إيه؟ الرحلات النيلية بالقارب الصغيرة في نهر النيل، أو يستمتع الناس بالوقوف على كورنيش النيل، برافو عليكم. هنكتب الأجزاء دي، اللي حابب يرسم مثلا الأهرامات ونقول نستمتع بزيارة الأهرامات، أي حاجة خاصة بالمحافظة بتاعتي وهنكتب عليها جملة، برافو عليكم. دلوقتي هنفتح مع بعض أوراق العمل الخاصة بمدرستنا مدرسة حسام الدين صفحة 44. عندنا الأسئلة بتقول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. السؤال الأول: تختلف الثقافات باختلاف الشعوب؟ إحنا لسه قايلين، ها مين يقول لي؟ ها يلا يا زياد، برافو عليك يا زياد، صح. إحنا قلنا إن الثقافات بتختلف باختلاف الشعوب. السؤال الثاني: يتميز أهل الصعيد بلبس الجلباب، ها مين يجاوب؟ يلا يا سما، برافو عليك يا سما، صح الإجابة صح. تلاتة: أهل النوبة لا يتكلمون اللغة النوبية، ده صح ولا غلط؟ يلا يا أمير، برافو عليك، دي إجابة خاطئة، لأن طبعا أهل النوبة بيتكلموا إيه؟ اللغة النوبية. السؤال التاني: ضع دائرة حول الصور الخاصة بأهل الصعيد ومربع لأهل النوبة، برافو عليكم. تفتكروا الصورة الأولانية دي أهل الصعيد ولا النوبة؟ مين يقول لي؟ يلا يا فاطمة، برافو عليك يا فاطمة، دي أهل النوبة، فهنرسم عليها مربع على الصورة. الصورة اللي جنبها بتعبر عن إيه؟ إحنا قلنا أول ما نشوف هنعرف دول مين على طول، مين دول؟ الصعيد ولا النوبة؟ يلا يا عبد الرحمن، برافو عليك يا عبد الرحمن، دي الصعيد، فهنرسم عليها دائرة. آخر صورة معايا بتعبر عن مين؟ هي يلا يا هنا، برافو عليك يا هنا، دول النوبة، فهنرسم مربع. السؤال الأخير معانا: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، يجب على كل مواطن أن ينتمي ونقط محافظته، هي يحب، يكره، يلعب. هيا يلا يا مروة، برافو عليك يا مروة، يحب على كل مواطن أنه ينتمي ويحب محافظته. السؤال الثاني: يعتبر نشيد نقط نشيد وطني، نشيد السماء، قلنا النشيد يعني الأغنية، أم نشيد الغابات أم نشيد بلادي؟ مين يقول لي؟ هيا يلا يا سيف، برافو عليك، نشيد بلادي ده نشيد وطني. تلاتة: يعتز كل مواطن بيه، ان المواطن هو الانسان اللي بيعيش ايه جوه البلد بتاعته، هي بطعامه ام بوطنه ام بشرابه، برافو عليكو، يعتز كل مواطن بوطنه.
وبكده احنا نكون النهارده اخدنا رجعنا على الاحتفالات ومظاهر الاحتفالات، واتكلمنا عن معنى الثقافة، وقلنا ان هي كل ما يكتسبه الفرد من افكار وفنون بيكتسبها منين؟ من البيئة المحيطة بيه. برافو عليكم. وقلنا عملنا عليها جمل، وقلنا ازاي ان احنا لازم نتقارب بيننا وبين بعض علشان يكون بيننا تعاون، علشان كلنا ايه نحتفل ونكون مبسوطين بالاحتفال بتاعنا. وعرفنا ان الثقافات بتختلف باختلاف الشعوب، والعادات بتختلف باختلاف الثقافات، وقلنا ان الفنون والافكار والعلوم دايما بتكون بتعبر عن صاحبها. تمام. وقلنا ان اي انسان انا من اول ما بشوفه من طريقة لبسه ومن لهجته ومن الفن المميز بيه، حتى من طريقة المباني بتاعته، هعرف هو من اي محافظة، لان الثقافة تعبر عن صاحبها. أرجو أن تكونوا استفدتوا وفهمتوا وتعلمتوا معلومات كتير هتفيدنا في حياتنا. هتبقوا جاهزين على صفحتنا بأي سؤال واستفسار على موقع مدرستنا. هتوحشوني جدا 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 حبايب قلبي، وإلى اللقاء في درسنا القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.